طب احكي لي بقى عن اشهر دايت في 2023. قلت لي خد جايزه باين ولا اه حاجه. خد يعني خد الميداليه الذهبيه، تمام. وده اكوردنج لليو اس ريبورت عالميا، يعني وورلد وايد، كان او يعني الدايت اكتر شهره او اكتر افاده للاشخاص كان هو الميديترينيان دايت، او اللي هو النظام الغذائي المتوسطي او حميه البحر الابيض المتوسط، هم بيطلقوا عليها كده وبيطلقوا عليها كده. ده دي ايه، عبارة عن ايه؟ كان افضل دايت ل 2023. ده احنا هنديه النهاردة للناس؟ كمان هناخده كنظام، يعني انا مظبطين نظام نزول الوزن، تمام، على الدراسة. طريقه النظام بتاعنا ده. احكي لي ده بيبقى عبارة عن ايه، اشرحي لي. هو النظام عامه الميديترينيان دايت ده عباره عن ايه؟ بيتكون من حاجات اكسترا، بيبقى فيه فاكهه كتير، بيبقى فيه خضار، فاهماني، بيبقى فيه زيت زيتون، بيبقى فيه بقوليات واسماك ولحوم بيضه. يعني اللحوم الحمراء قليلة. بالظبط. اه بيبقى فيه قليل ايه بقى؟ نسبه اللحوم الحمراء ممكن ناخدها مره واحده في الاسبوع اب تو كام؟ 80 ل 100 جرام بس كده. بس كده، فاهماني. ما فيهوش برضو بروسيسد فود، اللي هو الاكل المصنع بقى، اللحوم المصنعه كلها ما ممنوع فيهوش فيه. اصلا. اه بالظبط كده. وهو غني بالالياف، بيبقى فيه نسبه الياف عاليه نشويات جدا. اخبارها ايه؟ العيش والمكرونة موجود والرز فيه الحبوب الكامله، يعني موجود داخل فيه نظام الحبوب الكامله والسيريالز، اللي هي الحبوب بقى اللي هي بناخدها مثلا زي شوفان الشوفان والشوفان وكده، والبليله والحاجات لكن دي. ما فيهوش عيش. عيش لا في عيش وفي في عيش بس، مكرونة. اه بس في مكرونه اهم حاجه. بطمن ايوه بطمن ما بس تطمنش. بنسبه قليله اكتر من ان هو يكون نسبه كبيره، اوكي. فاهماني. كمان هو نظام مشبع وبيساعد على نزول الوزن، يعني لو احنا ظبطناه بقى بالسعرات، يعني لو هو اتعمل بسعرات معينه لكل واحد هيساعد على نزول الوزن. كمان مفيد جدا لمرضى الضغط والقلب حلو قوي. والكوليسترول، فاهماني، مفيد لمرضى الكبد الدهني لو حابين ينزلوا برضه في وزن، اللي بيبقى عندهم مشاكل في الكبد الدهني، فهو مفيد عامه ما فيهوش لمرضى. سكريات خالص. لا ما هو بناخده من الفاكهه طب مين كويس. يعني، فاهماني، من يعني في الفاكهه. فاكهه يعني. اه موجود فيه، ما يعني هو غني بالفاكهه. 2023 مش الكيتو دايت هو اللي مش كسب الكيتو معانا، دايت نمبر 1، عشان لا الناس فاكره كلها ان الكيتو بقى لا، ده التوب اعلى التوب وال توب 1 هو الميديترينيان دايت، النظام الغذائي الميديترينيان المتوسط. دايت. بالظبط كده. طيب يعني وقلتي ناكل ايه ونبعد عن ايه. هتقولي لنا بقى نظام لمده 7 ايام بالظبط لنزول كده. الوزن، نتكلم عنه دلوقتي ولا نتكلم الاول عن اشهر الدراسات الخاصه بالبحر المتوسط؟ ما فيش مشكله، حابه يلا ايه؟ الدراسات، اشهر ماشي. الدراسات. طب اول دراسه معانا هي، هقول يعني اول حاجه يعرضوها، قولي لنا، اعرضوا لنا كده اول دراسه يا اساتذه. بصي، هو في دراسات كتيره اتعملت على The الميديترينيان effect دايت، of Mediterranean diet. ده تاثير تاثير الميديترينيان دايت، النظام الغذائي المتوسطي، على مرضى الاكتئاب والانكزايتي والقلق، حلو ده، فاهماني، حلو ده. والستريس والضغط النفسي، تمام. ده اتعمل على سكيل واسع، على اشخاص، يعني 60 شخص، تقسموهم مجموعتين 30 و30، تمام. وبعد 12 اسبوع بقى شافوا اللي مشيوا، يعني مجموعه من المجموعات دي مشيوا على الميديترينيان دايت لمده 12 اسبوع، وجدوا ان الاشخاص اللي مشوا على الميديترينيان دايت ده قلل عندهم الاكتئاب شويه، حلو وقلل قوي. عندهم كمان ستريس التوتر والتوتر والاسترس. حلو جدا. فده ناتج ايه؟ علشان اولا هو فيه دهون صحيه كتير جدا، في فايبرز، في الياف، فهو مشبع، مش بيحسس الواحد بان هو طب ريستريكتيف يلا قوي. الدراسة اللي بعدها.